نقاط استفهام كثيرة أثيرت حول انسحاب القوات المدعومة إماراتياً من مناطق في مدينة الحديدة اليمنية، فاسحة المجال أمام جماعة أنصار الله الحوثية التي أعلنت إحراز التقدم في عمق المدينة الاستراتيجية. وإن قال المتحدث باسم القوات المشتركة إن الأمر لا يتعلق بانسحاب، إنما هو إعادة انتشار وتموقع التزاماً ببنود اتفاق ستوكهولم الذي شمل في أحد بنودها مدينة الحديدة، إلا أن الجهات الحكومية والأممية المعنية بالاتفاق نفت أي علم بقرار الانسحاب الأول من نوعه منذ اندلاع المواجهات بين ألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية وجماعة الحوثية قبل أكثر من عامين على الساحل الغربي لمدينة الحديدة. ميدانياً سارع مقاتلو الحوثي إلى إعادة فتح الطريق الرابطة مدينة الحديدة بالعاصمة صنعاء بعد إعلان سيطرتهم على المناطق التي أخلتها القوات المشتركة في مديرية الفقيه والتحيت والخوخة على أطراف المحافظة الساحلية. تصعيد الأعمال القتالية في اليمن لا يقتصر فقط على مدينة الحديدة بل لمأرب والبيضاء منها نصيب. التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن أن العمليات 42 التي نفذها في اليومين الأخيرين في المحافظتين خلفت مقتل قرابة 200 من عناصر الجماعة، فضلا عن تدمير العشرات من آلياتها العسكرية.